عندي اكزامبل رقم ثلاثه في الدسكس فلو والسريال ده، قال لك اويل الاس جي بتاعه تسعه، معطيك السبيسيف جرافت بتاعه بوينت تسعه، لكن لما تجي الفسكوستي النسبيه اللي هي بوينت او 7 في تربيع للسكن، فلو يتدفق خلال 3 انش دايمتر باير، معطيك دايمتر بتاع الباير المقدار بتاع 3 انش ات بوينت او 1 في تكعيب بير سكند بمعدل التدفق. لما نشوف اليونتس هذه عباره عن الاسم بتاع معدل التدفق هي كيو معدلها. بتبين ذا هيتلوس احسب الفاقد في الطاقه بير يونت لكل وحده من ذيس جروب لهذا التدفق. كيف نتعامل مع هذه المساله؟ معطيك طبعا دائما حط المعطيات اللي عندك معطيك الزي بتاع الاوي الزي اوي بوينت تسعه. معطيك كلمات الفسكوستي احنا عارفينها ان سمول عباره عن بوينت او سن في التربيع بالسكن. معطيك ثلاثه انش هذا ديمتر، ديمتر عباره عن ثلاثه انش، ديمتر ثلاثه انش. معطيك الكيو عباره عن بوينت او 1 في التركيب غير سكن. المطلوب تتميز الهيد لوس اقصد الهيد لوس كل وحده طول اي بي اتش ال كل وحده طول كل ال كل وحده طول، هذا هو المطلوب. فكيف بدنا نتعامل مع المساله؟ نعرف القانون بتاع ليتشل هيد لوسز هو عباره عن اف في ال على جي في تربيع على 2 جي، هذا هو القانون بتاع هيد لوسز فاقد في الطاقه. السرعه ما عنديش والفريكشن مش موجود، اما باقي الفاريبل التغيرات موجوده. فكيف نحسب؟ هنحسب قيمه السرعه ما دام معطيك نورين، نبدا نحسب قيمه السرعه من قانون الكونتينيتي ايكويشن اللي هي عباره عن كيو على اي معدل التدفق على المساحه، الكيو معناها هي بوينت او 1 اللي هي في التكعيب بسند، هذه معدل التدفق مقسوم على الاريا، الاريا معطيك الدايمتر عباره عن باي على 4 دي تربيع ربع بوينت او 1 مقسوم باي على 4 دي تربيع دايمتر تربيع. طبعا هنا شوف الدايمتر معطيك بالانش، لازم تحوله للفيد عشان يكون في تجانس الوحدات، يعني انا عندي كيو معدل التدفق الفيد تكعيب للسكن ما تجيش تحط 3، لازم تقسمها على 12 عشان تحولها للفيد، نقسمها على 12 لكل تربيع. هذه نفس قيمة السرعة هتطلع لي حوالي بوينت 2.05. الوحدة بتاع السرعة اللي احنا عارفينها عبارة عن فيت بير سكند، فيت بير سكند. الروز نمبر نفس قيمة الروز نمبر شو نساوي؟ رو في البي في الدي على ميو، هذا هو القانون الأساسي. وقلنا قيمة الرو على ميو هذه عبارة عن كيماتيك فيسكوستي، هتبدأ في في دي على كيماتيك فيسكوستي، لان انا في المساله مش معطيك الدنسيتي ولا معطيك الاسوجه، لكن هو معطيك كيماتيك فيسكوستي، فانت تتعرف قيمه الروز نمبر تقدر تجيبها من خلال هذا القانون، وايضا من خلال لما يكون معطى عندك كيماتيك فيسكوستي اللي هي في سمول، فتجد البي اللي هي السرعه نحن حسبناها هي 2.205 مضروب بالدايمتر اللي معطي لي اللي هو 3 انش سمع 12 ما تنساش تحولها للفيت مقسوم على حسبنا قيمة الفريكشن فاكتور. إذا نقدر نجيب قيمة الهيد لوس لكل وحدة طول أو لكل واحد طول، فتجد اتش ان هتساوي عبارة عن اف في ال على دي في تربيع على 2 جي. الاف طلعناها عبارة عن حوالي 2.90 لانه هو عباره عن كل وحده طول كانها تقسم على واحد.
مضرب واحد على ديامتر اللي هو 3 على 12 عشان نحولها للفيت، مضروب في الفيت التربيع اللي هي قيمة السرعة تربيع اللي هي 0.245 كله تربيع، مقسوم على 2 جي 2 في 10 جاذبية بنظام الإنجليزي عبارة عن 32 عارفينها احنا، فهتعطيني قيمة الهيد لوسز عندي حوالي 0.22 في طبعا نظام بتاعي النظام الانجليزي.